عزيزة. نعم. ابعدي عني بريحة الطبيخ دي. بقولك من ساعة ما بقيت مالتي مليونير بقيت قرفان من الأرض اللي أنا ماشي عليها. رمضان، ما هذا الذي يحدث في القصر يا رمضان؟ ده اللي كان لازم يحصل من زمان يا حبيبي. بس يا ماما. إيه لا 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 لا. ده اتكلمت في دماغك. يخرب بيت أمك. إيه؟ هشرح لك. طب تعالى هنا يا. ايه كنتوا فاكرين انكم مش هتشوفوني تاني؟ انا ما بموتش. لو سمحت يعني بعد اذن حضرتك، هو كان الشغالين طايحين في البيت يمين وشمال ولا كان في اي احترام للاغنياء. ده انت معلم وبتتكلم وانا واقف. ده انت تمسك النضاره بقى. لا 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 عيال فرافير. انشف كده. بعد ما نزلوا الكلسو والفانيلات. كلسو؟ نعم. ايه الكلسو ده؟ ايه الكلسو ده يا عزيزه؟ اكيد يا اخويا قصدها على البتاع ده المدور ابو جبنه اللي بيتباع في الفرن. كرواسون. أيوة. ايوه عارفه الكرواسون. كل يوم انا افطر بكرواسون. اخد كرواسون ودبل اكس بريس. مين ده؟ لا سيبك من الكرواسون. ايه ده؟ اكس بريسو. اكس بريسو. انتوا مالكم انتوا بالحاجات دي؟ تاخرك تشرب شاي، كوبايه شاي كشري وقرصه وتحمد ربنا. ده انا. المليونيرات هم اللي يشربوا اي اكس حلو.